النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. سيادة النائب أهلا بحضرتك، ويعني هل حضرتك بالفعل يعني قمت بالواجب الوطني والحق الدستوري طبعا في الإدلاء بصوتك في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، الانتخابات الرئاسية 2024؟ صباح الخير على حضرتك، أهلا صباح الخير بحضرتك. على المصريين، وصباح الخير على المشهد الحضاري القوي اللي بيبعت برساله للعالم كله ان مصر بتتقدم للامام، وان المواطن المصري بيمارس دوره بحريه تامه وديمقراطيه، وان احنا بنتقدم في جميع المجالات بما فيها المجال السياسي وبما فيها اختيار من يمثلنا في الفتره القادمه. صباح الخير على الشباب، وصباح الخير على المراه، صباح الخير على كل حاجه جميله بنشوفها وبتسعدنا وبتطمنا على اولادنا وعلى مستقبلنا. أهلا بحضرتك، وهو فعلا هو يوم عظيم في تاريخ مصر لأنه بيعبر عن مشهد ديمقراطي حقيقي، العالم كله بينظر إلينا، ويعني هذا المشهد اللي احنا دلوقتي كلنا متابعينه والعالم كله متابعه، مشاركة كل فئات المجتمع المصري زي ما حضرتك ذكرت، وزي كمان ما الصورة بتتكلم عن نفسها، وحتى كمان من المداخلات الهاتفية سيادة النائب تيسير اللي كانت معانا منذ قليل اللي كانوا بالفعل بيشاركوا بنفسهم في التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية وهذا الاستحقاق الدستوري الأهم. سيادة النائب تيسير مطر، إلى أي مدى بتجد أنه يعني هذا التوافد بيعكس بالفعل مشهدا ديمقراطيا حقيقيا، وبيعكس يعني زيادة في وعي المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة لكي يكون له مشاركة إيجابية في الحياة السياسية؟ الحقيقة المشهد والصورة والطابور اللي احنا واقفين فيه منتظرين ناخد دورنا عشان ندي صوتنا، كل الكلام ده كله بيأكد على اللي حضرتك قلتيه، ان الوعي اصبح موجود عند الشباب وعند المرأة وعند الرجال، وعي خاص بالامن القومي والامن الوطني لمصر، ان الانسان خايف على بلده وانه بيشارك من اجل مستقبله، بيأكد على زيادة الوعي كمان للشباب، وبيأكد على ان الشباب في كل مراحل سنها بتدعم الدولة المصرية واقفة خلف الدولة المصرية بقوة. ويمكن المشاهد اللي احنا بنشوفها قدامنا، تواجد الشباب وتواجد المرأة وتواجد الرجال، بيأكد على قمة الوعي وقمة الديمقراطية وقمة حرية الرأي، وإن احنا بنكمل الصورة الجميلة لتقدم مصر في جميع المجالات وفي جميع المحاور، صورة بنبعتها للعالم كله، أدي مصر وأدي المصريين بيشاركوا، أدي الوعي المصري، عشان أي دولة بتتكلم ولا أي حد بيتكلم وبيقول إن مفيش حرية في مصر ومفيش حرية رأي، أدي الصورة هي اللي بتنقل، ويا ريت يبقوا شايفينها صح. وحضرتك بتتكلم عن الحرية وعن الديمقراطية، عايزة حضرتك تكلمني بشكل خاص عن التعددية الحزبية والتنافسية السياسية اللي بتتسم بيها الانتخابات الرئاسية 2024. أنا بقى بشكر حضرتك على السؤال ده، وخاصة إن أنا أتشرف إني أكون أمين عام لتحالف الأحزاب المصرية اللي بتضم 42 حزب، وبصفتي كمان رئيس حزب إرادة جيل. أنا عايز أقول لحضرتك التعددية الحزبية والتواجد الحزبي وحرية الأحزاب والديمقراطية اللي شفناها في المنافسة بين أحزاب أخرى، ثلاث مرشحين على كرسي الرئاسة من رؤساء أحزاب زملاء لينا، والمنافس المستقل، الكلام ده ديمقراطيه وحريه راي احنا عايشينها، واحنا كاحزاب بنتحرك بحريه تامه وشايفين قدامنا منذ اطلاق الحوار الوطني كمان بقت الاحزاب بتتواجد بقوه وليها تعاملات مع المواطن بقوه، وبتنزل للشارع بحريه تامه وبتتحرك تعمل المؤتمرات بدون اي توجيهات وبدون اي، لا في حريه تامه وفي تواجد حزبي موجود في مصر مزيد منه كمان. انما احنا كاحزاب وتحالف الاحزاب المصريه قمنا باكثر من 68 مؤتمر، تواجدنا بين ناسنا وبين في المحافظات، اكدنا وشفنا كمان الدور المهم لتنسيق شباب الاحزاب، شفنا دور مستقبل وطن، شفنا دور حماة وطن. الأحزاب كلها على فكرة حضرتك احنا في الانتخابات دي طعمها وشكلها متغير لدرجة الأحزاب بقت كلها أسرة واحدة، أسرة واحدة قد تختلف وجهات النظر لكن تتفق على الوطن. زملائنا اللي بيترشحوا على المقاعد الأخرى يمكن ما نكونش معاهم في الاتجاه، لا في اتجاه التصويت، لكن معاهم في اتجاه الديمقراطية وحرية الرأي وإن هم يترشحوا.
التعدديه الحزبيه موجوده، التعدديه الحزبيه ليها حريه. التعدديه الحزبيه اصبح للاحزاب المصريه في ظل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته اصبح ليها دور مهم جدا، واصبح ليها تواجد فعلي على ارض الواقع مع الناس. المنافسه اللي موجوده النهارده والتواجد اللي الناس النهارده، لان ما هو المصريين من اعضاء من الاحزاب، في منهم اعضاء احزاب كتير، شايفين النهارده مشهد حضاري متجانس، مشهد حضاري قوي لدور الاحزاب على ارض الواقع. في الفتره اللي فاتت قامت بدور قوي جدا، والنهارده وبكره وبعده بتاكد برجالها وباعضائها تواجدهم. وايضا مش عايز اسند المشهد للاحزاب فقط، ولكن المواطن المصري الشريف اللي بيحب بلده، اللي بينزل وبيشارك من اجل الحفاظ على بلده وبيرسم خريطه مستقبله لاولاده والامن وامانه، كل الكلام ده كله بياكد على التعدديه الحزبيه، وبياكد على الامن والامان، النعمه اللي احنا عايشين فيها، اللي لولا الامن والامان للقوات المسلحه والشرطه المصريه ما كانش هيبقى في المشهد ده، وما كانش الناس هتنزل بحريه كده، ما كانش الناس هتبقى نازله في امن وامان وتدي صوتها بحريه تامه. الاحزاب السياسيه النهارده متواجده على ارض الواقع. الاحزاب كان فجاه حضرتك تفتكري كان في وقت من الوقت بيقولوا الاحزاب كرتون، الاحزاب ما بقتش كرتون، الاحزاب موجوده على ارض الواقع، الاحزاب موجوده بقياداتها، الاحزاب موجوده بناسها. تحالف الاحزاب المصريه ب 42 حزب بينزل النهارده وبيشتغل بقوه بجانب الاحزاب الاخرى اللي انا قلتها لحضرتك، وكلنا بقينا اسره واحده. وفي المؤتمرات كنا بنحضر مع بعض، يعني مستقبل الوطن يعمل مؤتمر بيدعي الاحزاب فيه، صحيح بتعمل مؤتمر بتدعي الاحزاب فيه. هل حضرتك شايف سياده النائب تيسير مطر انه هذه التعدديه الحزبيه اللي احنا شفناها دي بتعتبر نتاج للحوار الوطني اللي الحقيقه خلق حاله من الثراء في الحياه السياسيه بشكل كبير، وبالتالي كانت هذا المشهد الديمقراطي اللي احنا شايفينه دلوقتي ان يكون في تعدديه حزبيه في الاستحقاق الدستوري الاهم وهو الانتخابات الرئاسيه 2024؟ بشكر حضرتك جدا، حضرتك أصبتي الحقيقة. الحوار الوطني هو قوة الدفع الأساسية اللي خلت الأحزاب السياسية تتواجد على أرض الواقع، وخلقت مناخ سياسي ديمقراطي بحرية رأي واضحة بين الأغلبية وبين المعارضة وبين الأشخاص العاديين وبين المفكرين، بقت بوتقة كله اشتغل فيها مع بعض، وكانت هي البداية الحوار الوطني. الحوار الوطني كان فعلا قوه الدفع منذ اطلاقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افطار الاسره المصريه. وابتدى في حراك قوي جدا للناس قبل كمان ما يبدا الحوار الوطني. حضرتك لو تفتكري كان في حوالي سنه باعداد بين اطلاق الحوار الوطني وبين بدايه جلسات الحوار الوطني. السنه دي كانت سنه سكون، كانت سنه شغالين فيها مع بعض، بنتحاور وبنسال وبنتكلم وبنتقارب، وفي نفس الوقت الحوار الوطني خلق روح اسره واحده بين الاحزاب، لان كنا بنتعلم من الاخر وبنعلم مع الاخر، فبالتالي زادت الثقافه السياسيه وزادت ثقافه المعلومات عندنا كلنا مع انطلاق الحوار الوطني. نتيجته النهارده ان احنا كلنا بنصطف صف واحد لما شفنا موضوع غزه. صحيح. شفنا سياده الرئيس، شفنا المواقف الوطنيه، بقت الاحزاب كلها والمواطن كل الناس بقت صف واحد خلف القياده السياسيه من اجل مصر. لولا النهارده الحوار الوطني، لولا العلاقات الطيبه اللي اتخلقت، ولولا ان احنا بقينا قريبين من بعض. انا عايز اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، كان في وقت من الاوقات رؤساء الاحزاب ما يعرفوش بعضيهم، كانش يعني نسمع ده فلان ولكن علاقات، لا من وقت الحوار الوطني الى هذه اللحظه اللي انا بكلم حضرتك، ما فيش رئيس حزب النهارده في مصر ما هوش عارف عن قرب زميله وصديقه واخوه في الحزب الاخر نتيجه الحوار الوطني واللقاءات اللي تمت، ونتيجه العلاقات القويه اللي اتبنت من مبادئ ومن قيم ومن البذره اللي اتحطت في الحوار الوطني. سيادة النائب تيسير مطر، والحقيقه دلوقتي احنا شايفين المشهد اللي قدامنا، والصورة دايما بتتحدث عن نفسها، دايما الصورة بتكون يعني خير من ألف كلمة. بنجد إنه العلم المصري يعني اللي بيعتبر هو رمز لحب الوطن والانتماء لهذا الوطن والهوية والوطنية، بنجد إنه هو موجود في كل اللجان الانتخابية، موجود في كل محافظات الجمهورية. إلى أي مدى بيؤكد أو بتؤكد مشاركة المصريين
في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية، بيعبر عن مدى هذا الانتماء من قبل المواطن المصري إلى الوطن والرغبة في صنع سياسة الدولة المصرية وأن يكون أكثر إيجابية في صنع مستقبل الدولة المصرية. اللي حضرتك قلتيه شرح نفسه وبشكرك عليه مرة تانية. المواطن المصري المحب لبلده اللي بيرفع علمه، والصورة اللي حضرتك قلتيها اللي أنا مش شايفها دلوقتي لأن أنا في الشارع قاعد بكلم مع حضرتك عشان المداخلة، الشكل اللي أنا موجود في وسطه النهاردة بيأكد على أن الناس كلها مرتبطة ببلدها بقوة، مرتبطة بتحب بلدها، بتحب انها تشارك من اجل مستقبلها، بتحب انها ترسم مستقبلها بايديها من غير ما حد يقول لها اعملي كذا او روحي كذا او ودي كذا او ما تنسيش. رفضوا الاستماع الى الدعوات اللي هي عايز اقول انها مغرضة، ان فلان نجح ما تروحوش خلاص، المسألة صفة مش هيقصر. المشهد اللي احنا شايفينه النهاردة بيأكد على ان المواطن المصري عنده وعي كويس جدا تجاه بلده، عنده وعي كويس جدا تجاه أمنه وأمانه، عنده وعي كويس جدا تجاه قناعته بالمستقبل باختياره لمن يمثله في الفترة القادمة. المواطن المصري اللي بيرفع علم بلده، عايز أقول لحضرتك إن احنا في أي مؤتمر كانت الناس بترفع الأعلام وبترفع صورة المرشح اللي احنا كلنا مستقرين واقفين وراه، الناس كانت بتتعامل بحرية تامة، بتتعامل بحب وبعطاء. وفي نفس الوقت عايز اقول اشاره معلش اسمحي لي فيها، اتفضل. الديمقراطيه والوقوف على مسافه واحده من المرشحين ادى ثقه وادى قناعه امام الناس كلها. لما نشوف المتحده بتدي 100 ساعه لكل مرشح مش لحد ازيد من حد، لما نشوف الاعلام وحضرتك وزملائك المحترمين بتتكلموا بوضوح وبحياديه بدون ما بتوجهوا الحق، احنا بقى حقنا اللي احنا نقول ان شكرا للاعلام المصري، شكرا للاعلام المتميز اللي بينقل الصوره الحقيقيه من صوره مزيفه وبينقل حقائق عشان تطمن المواطن وتاكد ان صوتك هيبقى محمي بالدستور والقانون، ونزولك للمشاركه والمشاهد اللي احنا بنشوفها بتشجع الاخرين ان هم ينزلوا. فانا لازم اقول كلمه شكر للاعلام بالكامل ولحضرتك ولكل زملائك، وبنقول كمان ان هي دي الديمقراطيه، هي دي حريه الراي، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده التقدم اللي احنا عايزينه، مش في المجال الاقتصادي بس، المجال الاقتصادي والسياسي ايضا، لان السياسه والاقتصاد الاثنين وجهين لعمله واحده. المجال الاجتماعي بينعكس على المجال الاجتماعي وبينعكس على مستقبلنا. السياسه النهارده موجوده على ارض الواقع، السياسه النهارده بتشتغل بحريه وبحريه راي وبدون اي قيود وبدون، احنا نحترم الدستور والقانون. غير كده بقى بنقول اللي احنا عايزينه، بننتقد اللي احنا عايزينه من اجل بكره. احنا من حقنا ان احنا ننزل النهارده ونشارك والناس تشارك بقوه. ليه؟ عشان خاطر كل اللي هيشارك النهارده بيبعت برساله للمرشح اللي احنا هنختاره واللي هيكون بيمثلنا في قياده الدوله في الفتره القادمه، يبقى لنا حق كمان ان احنا نطمع فيه ونقول له طموحنا بيزيد معاك واحنا عايزين المزيد من الخدمات، ودي طبيعه الانسان لان الانسان طموحه ما بيقفش عند نقطه معينه. ودايما هذا الطموح بيكون في اطار الحقيقه واضح جدا، هو بناء الانسان. بناء الانسان يمكن هو ده الهدف الاساسي اللي كلنا كمصريين دايما بنهدف اليه، والدوله المصريه بكل مؤسساتها ايضا حريصه على تحقيقه بكل المحاور المتعلقه به، سواء بالنسبه للصحه، بالنسبه للتعليم، بالنسبه للثقافه، يعني في جميع المجالات بنجد انه بناء الانسان هو الهدف الرئيسي للدوله المصريه بكل مؤسساتها بكل اجهزتها دايما حريصه على انه يتم بناء الانسان المصري وانه يكون هناك حياه كريمه تليق بالانسان المصري. عايزه حضرتك تكلمني على المنتظر من الرئيس القادم فيما يتعلق ببناء الانسان. انا عايز اقول لحضرتك انت بتقولي اللي الناس عايزاه واللي الناس بتقوله واللي الناس ما يعني بيبقى اماليها وطموحاتها موجوده فيه. فعلا البناء الانسان، بناء الوطن، بناء كل ده، عايز اقول لحضرتك بلغه بسيطه كده الناس كلها تبقى يعني مشاركه فيها معايا. الانسان بيبقى عنده طموح وتماسك مع اللي بيقدر يخدمه، مع اللي بيقدم له خدمه، مع اللي بينمو بيه، مع اللي بياخد بايده بيطلع لقدام.
فالناس النهارده كلها بتتمسك وبتتفق. اسمحي لي انا لازم اقول رايي بصراحه، ان تماسك الناس وتكاتفها خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ده بياكد على نجاحاته وطريقه للامام. فبالتالي اختيار الناس النهارده نتيجه الصندوق ما هتقول ايه، هو ده هيبقى عبء كبير جدا على الرئيس القادم، لان طموح الناس بيزيد، عايزين مزيد من التعليم، عايزين مزيد من الصحة زي ما حضرتك بتقولي، مزيد من بناء الوعي للإنسان، مزيد من الخدمات اللي بتقدم. احنا شفنا خدمات اتعملت وشفنا إنجازات اتعملت على أرض الواقع، شفنا حرية رأي، شفنا ديمقراطية، شفنا طرق جميلة، شفنا الطريق ده. على فكرة حضرتك ده فلوس، يعني النهاردة أنا كنت بقف بالساعة والساعتين، مش أنا كتيسير، أنا كمواطن بقف بالساعة والساعتين عشان أوصل لبيتي. النهارده بوصل بسهوله، بوفر في مواصلاتي، بوفر في، فكل الكلام ده انجازات بتخلينا عندنا طمع وطموح اكتر في اللي جاي، في الرئيس القادم اللي هو الرئيس ان شاء الله المرشح بتاعنا اللي احنا كلنا متفقين عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان احنا بنقول الفتره اللي جايه هو الاهتمام بقى بالنواحي الاجتماعيه للمواطن، نعم، الناحيه الاقتصاديه بتاعته، الناحيه التعليميه، انه يلاقي مكان زي النهارده العشوائيات وتغيير العشوائيات للافضل، احنا برضه عايزين اكتر. الصحه بتزيد، عايزين اكتر، التعليم بنهتم بيه، عايزين تطوير بناء الانسان بكل المحاور الخاصه بالتعليم والثقافه والصحه، وكذلك ايضا توفير حياه كريمه حضاريه تليق بالمواطن المصري، هو ده اللي احنا بنامل الحقيقه ان هو يتواصل ويستمر زي ما بدا ايضا مع الرئيس القادم. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه.